أسعد الله أوقاتكم. حلقة جديدة من حلقاتنا على المباشر تي في. في هذا اللقاء المباشر نستضيف الأستاذة ماريا الشرقاوي، الناشطة الحقوقية والكاتبة المغربية المتخصصة في قضايا المرأة. بداية نرحب بك الأستاذة ماريا الشرقاوي في المشاهدين. مرحبا بك أستاذ عبد الله، مرحبا بمتابعيك على صفحة الفيسبوك وكذلك على اليوتيوب. مرحبا. إذن أستاذة ماريا الشرقاوي، كيف تنظرين إلى 8 مارس 2020، المرأة المغربية ورهاناتها؟ أكيد نحن يعني البارحة احتفلنا باليوم العالمي للمرأة، وهي أنا لا أعتبرها احتفال بقدر ما أعتبرها محطة في تقييم وضعية المرأة، ما تحقق لها وما لم يتحقق، وكذلك أعتبرها محطة لاستشراف الآفاق، يعني لنضع أيدينا على مواطن الخلل، بغية التجويد وبغية يعني تدارك ما فات، يعني هكذا وهكذا، يعني نعتبرها محطة تقييمية نحتفي بها بالمرأة، وكذلك نود أن نعطيها دفعة لتستمر وتتقدم، ونتمنى لها يعني تحقيق المزيد من المكتسبات يعني كما نقول لتجد نفسها ولتأخذ حقوقها كاملة غير منقوصة وغير مذكورة. هل هناك يعني زيادة في هذه الحقوق أم هناك، هل أحسست أن هناك نوع من التراجع أو خطوة نحو الأمام؟ يعني حسب المجالات، المرأة المغربية إذا تحدثنا عن دستور 2011 الذي كان تحدثت دائما عنه، وأنا نعتبره مرجعية مهمة بالنسبة للمكتسبات التي تحققت للمرأة، فدستور 2011 كان محطة مهمة جدا للمرأة، سيما في 19 الذي نص على المناصفة، نص على السعي إلى المناصفة، وكذلك نص على المساواة الشاملة في حقوق مساهمة الرجل، لكن بعد دستور 2011 لم يتحقق ما كنا نبتغيه، ولم تكن ما تحقق للمرأة المغربية لم يكن في مستوى تطلعاتنا نحن كفعاليات نسائية في يعني في جميع المجالات. إذا أردنا مثلا أن نأخذ المشهد السياسي، يعني وضعية المرأة في المشهد السياسي لم ترقى إلى ما نصبوا إليه نحن كفعاليات نسائية، المناصفة لم يتم تدبيرها بعد، وأظن أن المشرع المغربي في الفصل 19 حينما قال السعي إلى المناصفة كان مصطلح السعي يعني كان مصطلح فضفاض، هناك من كسره تفسيرا كريما وقال بأن السعي المناصفة هو الإسراء في تنزيل المناصفة، وهناك من قال بأفق المناصفة بمعنى يجب أن يأخذ هذا الموضوع وقتا، لذلك كانت له تداعيات على وضعية المرأة في المشهد السياسي. إذا أستاذة سمحتي لي أستاذة، كيف تنظرين لمن يقولون بأن يعني هذه المناصب في البرلمان حسب تمثيلية يعني هي ريع سياسي؟ ممكن توضحها للمشاهد الكريم. بالنسبة للكوتا النسائية هي يعني من مخرجات مؤتمر بكين سنة 1995، كان من أجل تمكين المرأة وفتح الفرصة أمامها يعني تشتغل تكون في مراكز القرار، تكون تمثيل لها تمثيلية مشرفة في المؤسسات المنتخبة، والمغرب يعني أخذ بهذه المخرجات، وفعلا هناك كوتا يعني لنكون صريحين يجب أن نتحدث بصراحة، هي الكوتا في المغرب لكانت تمثيلية النسائية للمؤسسات المنتخبة مخجلة لبلد لمغرب يقول بأنه مغرب حداثي ديمقراطي أو أنه يريد أن يكون مغربا حداثيا ديمقراطيا، ونجد مثلا العدد مثلا تلقوا 10 نساء مررنا عبر لائحة الشباب، 70 مررنا عبر اللائحة النسائية لائحة الوطنية للنساء، في حين النساء اللي درزوا ودخلوا قبة البرلمان كان ما أظن 10 11، بمعنى لولا آلية الكوطة ما كان عندنا 10 نساء فقط وسط يعني جيش من الرجال،
المشارك. إذا نحن الآن ملزمون بتفعيل الكوتا إجباريا، نعم. يعني حتى تجهز المرأة مكانتها وحتى نفتح لها الفرصة، ولو أن أهلك الكوتا نكون يعني واقعيين ونتكلم بحياد دون حياد للمرأة أو للرجل. الكوتا النسائية يعني تعطي نظرة للمرأة المنتخبة أو البرلمانية يعني تتخصص بها واحد النظرة أحيانا مقزمة. مثلا أعطيك مثلا، نعم. يعني هناك نساء كيدوزوا في الكوتا كيكونوا في مستوى يعني مستوى كبير وكيشتغلوا وتعطوا واحد النظرة على المرأة بأنها فعلا قادرة وكفأة، لكن هناك بعض النساء اللي كيكرهوا كوتا البرلمان عبر اللائحة، نعم. ما كيكونوش في المستوى، وبالتالي تكرس تلك النظرة النمطية على المرأة بأنها والنظرة الريعية كذلك. تكرر ثلاثة أو أربع مرات. نعم. يعني تبقى نفس اللقب. نعم، هذا الواقع. لذلك يعني أهلية الكوتا لها سلبيات ولكن نحن مضطرين على المضيفين. نعم، أستاذة ننتقل إلى كتابك المرأة المغربية مكتسبات وانتكاسات. هذا الكتاب نفذت طبعته الثانية وأنت يعني ألف مبروك، وأنت بصدد يعني طباعة النسخة الثالثة. هذه المرأة المغربية بين هذه المكتسبات وهذه الانتكاسات، كيف يعني هذا التناقض أو بين الانتكاس؟ وكنعرفوا أن الانتكاس يعني أمر خطير جدا، في حين أن هذه المكتسبات تقضي عليها هذه الانتكاسات، كيف تنظرين إلى هذه المعادلة؟ أولا شكرا لأنك بارك في لي، الله يبارك فيك. الحمد لله فعلا الطبعة الأولى انتهت والطبعة الثانية انتهت، وأنا الآن إن شاء الله بصدد يعني هناك العديد من الجمعيات ومن المنظمات اللي بغيني شفتوا هذا الكتاب، ولو أنا مر على إصداره سنتين سنة 2018 الحمد لله لا زال يعني يجد مكانه في السوق المغربية أو سيما وسط النخبة المثقفة. وهذا الكتاب هو كتاب متواضع جدا، ليس في يعني بكتاب في مستوى كبير أو في تفكير كبير بقدر ما هو في تقييم لوضعية المرأة المغربية وربما الشغوة التي لقيها بسبب يعني أن الكتابة النسائية قليلة جدا فيما يخص الطرف وفي قضايا النساء. هي كتابة قليلة جدا، ولذلك وجد حظوة وقبولا من طرف النخبة المثقفة المغربية، ومن هذا المنبر أود يعني تقديم جزيل الشكر لجميع الجمعيات التي يعني شجعت هذا الكتاب وأعطته قيمته، وكذلك بالعديد من المناظر الإعلامية الحمد لله. إذا نقول يعني للنساء المغربيات يعني على الخصوص أن تقتني هذا الكتاب في نسخته الثالثة والمنقحة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إذن نعم أستاذة مريم، هذه المرأة بين المكتسبات والانتكاسات، كيف نظرت إليها من داخل الكتاب؟ نعم، عنونت الكتاب بمكتسبات وانتكاسات، وكانت الأول قلت المرأة المغربية بالتعريف، يعني عرفت المرأة المغربية. حينما أتيت للمكتسبات والانتكاسات لم أعرفها، لم أقول المكتسبات والانتكاسات، من الممكن أن أقول المرأة المغربية بين المكتسبات والانتكاسات، لكن فضلت أن أكتب المرأة المغربية مكتسبات والانتكاسات دون التعريف. دون التعريف. دون التعريف، لماذا؟ والعنوان يعبر عما بداخلي. بداخلي تحدثت عن مكتسبات التي تحققت للمرأة سيما كانت المحطة المهمة كما قلت سابقا هو نزول 2011.
ابتداء من 2011 عملت على تقييم وضعيه المراه والمكتسبات التي تحققت لها، لكن كانت هناك رده وكانت هناك تراجعات على مستوى يعني الحقوق التي جاءت بها لها دستور 2011، لاننا نعرف جميعا ان دستور 2011 كان نتاج مرحله مر فيها المغرب والربيع العربي بطبيعه الحال، فكان دستورا يعني رفع سقف المكتسبات واعطانا املا كبيرا على مستوى الحقوق والحريات سيما على مستوى حقوق المراه. لكن في من حيث التنزيل كانت هناك تراجعات عن هذه المكتسبات، وكانت هناك اقول انها كانت هناك رده على مستوى الحقوق التي جاء بها دستور 2011. وتعرضت لهذه المواضيع في المجال المشهد السياسي على مستوى المؤسسات المنتخبه، على مستوى مراكز القرار، وكذلك حتى ناقشوا كذلك حتى مساله القانون التنظيمي للانتخابات على الفرصة، وكيف تتم يعني تشكيل المجالس الجماعية والجهوية وعلى رئاسة الجهات. تحدثت كثيرا، تحدثت يعني فصلت كثيرا في وضعية المرأة في المشهد السياسي التي لم ترقى كما قلت سابقا لمستوى تطلعات نحن كفعاليات نسائية. بالنسبة كذلك الانتكاسات بالنسبة لمدورة الأسرة، أن مدورة الأسرة كانت مكتسب مهم جدا بالنسبة للمرأة المغربية، ولكن على مستوى تفعيله ظهرت أعطابه وظهرت التعثرات التي حالت دون أن تكون هناك تفعيل لروح مدورة الأسرة، لأن القانون حينما ينزل القانون فعلا هو كلمات، مجموعة كلمات ومجموعة يعني حينما نفسرها يجب أن نفسرها بروح القانون، بالمبتغى الذي كان يريده المشرع المغربي، ولو انه احيانا يستعمل كما قلت سابقا مصطلحات فضفاضه، لكن حين التفسير وحين التبعيد يجب ان نكون كرماء وان نكون ايجابيين. لكن مدونه الاسر في تفعيلها فعلا وقع هناك يعني رده ويعني مكتسبات. مثلا اعطيك مثال، مثلا تطرقنا للكتاب التطليق للشقاق. التطليق للشقاق كان مكتسب، لان نعتبره مكتسب، ولو ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، ونحن لا نريد الطلاق، لان الطلاق يؤدي الى التشتت الاسري، والتشتت الاسري يؤدي الى اثار وخيمه على المجتمع، هذا اكيد. لكن احيانا الطلاق يكون رحمه ودرء لمشاكل خطيره ممكن ان تحدث بين الزوج والزوجه. نعم. وكانت المراه حينما تريد التطليق او تطلب الطلاق لم تكن تحصل عليه بسهوله، بصعوبه التقرير وصعوبه المسطره. تطليق الشقاق حينما جاءت في مدونه الاسر اصبح بالاثبات الزوج والزوجه على حد سواء، انهم يعني ياخذوا الطلاق ديالهم بدون اثبات المبرر لماذا، وفي اجل اقصى 6 اشهر. لكن سنه 2010 2004 صدرت مدونه الاسر، سنه 2010 صدر الجهاز القضائي يقول بان اذا كانت المراه هي من تطلب التطليق للشقاق فإنها تحرم من حقوقها بما فيها التأويل وبما فيها يعني تدخل خاوية الوطن. وهذا اعتبرته يعني وعنونت المقال بكيف تسند المكتسبات باجتهادات قضائية. ننتقل أستاذة إلى يعني وأنت في قلب هذه القضايا، قضايا المرأة المغربية والعربية، كيف تجدين نفسك تدافعين عن هذا الإحساس؟ أقول لك دفاعي عن المرأة لم يأتي هكذا صدفة. نعم، واعتباطا. وإنما هو كان يعني نتاج مجموعة من المواقف والأحساس، سواء عشتها شخصيا مع في أسرتي أو التي عشتها بعملي. نعم. أنا كنت منسقة وطنية لمعارض الاستماع بالاتحاد الوطني للنساء المغرب، وسمحت لي الفرصة بأن أستمع للمرأة المغربية من جميع أنحاء المملكة، وتعرفت عما تعانيه المرأة فعلا، تعرفت عما تعانيه المرأة، وعرفت أشياء كثيرة ممكن لا يمكن لأي شخص أن يعرفها. صعب، ولكن أنا بحكم يعني تحركي في المناطق المغربية وبما في ذلك المغرب العميق، ذهبت للأزيرة، ذهبت لمناطق يعني بعيدة جدا، واستمعت لمعاناة المرأة. حينما يعني قدمت استقالتي من عملي كان لابد
أن أرسل هذه الرسالة للأمانة، ولأنني تعايشت مع يعني مشاكل المرأة وعرفتها عن قرب وتألمت وأحيانا بكيت دما على ما تعانيه المرأة، فأنا واجب علي خوض هذه التجربة، أوصل هذه المعاناة، وهذا هو هذه تلقتي من يعني تلقتي كانت دفعني بأن أشتغل في مجال المرأة. وأقول لك شيئا، نعم والله أستاذ، أحيانا أكتب مقالات وال يعني والورقة اللي كتكتب عليها كتبت أسبوع، أحيانا بعض المواضيع كتبتها، كتبت قصص واقعية وحكيتها وأنا أحكيها على الورقة وأتفاعل مع الورقة، والله يعني الأوراق يعني تبللت في الدموع، أكتب يعني أناضل من قلبي وأناضل بوجداني من أجل يعني. وهذا معروف أستاذة مريا، عدد المتابعات على صفحتك بالفيسبوك يعني لا تنتهي، وكذلك التعليقات. ننتقل إلى شيء إيجابي، زيارتك الأخيرة يعني في 8 مارس بالناظور و توقيع كتاب، كيف كانت هذه الأجواء؟ الحمد لله، أقول لك شيئا أستاذ عبد الله، الحمد لله حينما يعني تأتيني دعوات من جمعيات ويعني وتمشي عندهم وما ما نقولكش يعني أستاذ، فعلا استقبال تكون بواحد الحفاوة يعني تفاجئني. نعم. وأجد يعني كاين الناس فعلا يؤمنون بقضية المرأة، وكاين الناس فعلا كيشجعوا المرأة، وكاين الناس كتشجع الطاقات وكتشجع الكفاءات فعلا، وهذا الشيء كيخليني هو الترياق اللي كيخليني نستمر في هذا المجال. احيانا ما نكذبش عليك، احيانا كنشعر بالاحباط وكنتوقف على الكتابه وكنتوقف على يعني هذا المنصب هذا المجال اللي كنشتغل فيه، احيانا كنتوقف لان كنحس باحباط، كنقول رغم اننا نكتب ونزيد ونشارك في المنابر الاعلاميه ونوصل ما تعاني المراه ونرصد مواطن الخلل، لكن يعني كما تيقول المثل لا حياه لمن تنادي، وكنحس باحباط. لكن ملي كتلقى جمعيات وناس وكتمشي بواحد المدينه بعيده، وكذلك الاحتفاء، مثلا نقول لك مشيت للناظور، الناس كيعرفوني جايين على ودي. نعم. يجيو عندك يقول لك استاذ راني سمعنا كاينه جينا عندك وانا ما تنعرفهمش وما تيعرفوني، يعني كتقول الحمد لله الكلمه تصل. طال الزمن او قصر، ان شاء الله المراه المغربيه ستكون بخير، مازال هناك مناضلين، هناك مناضلات اللي مؤمنين بالقضيه ومؤمنين بالوطنيه ديالهم، مؤمنين بالوطن ومؤمنين بان ما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال. اينما ذهبت الحمد لله كنلقى الفرحه، كنلقى الاذان الصاغيه، كنلقى الاحترام، كنلقى التقدير للعمل ديالي، وهذا هو كما قلت ترياق اللي كناخذه مره باش كنقدر نستمر في المجال ديالي. اذا استاذه ماريا يعني بهذه الطاقه الايجابيه نترك لك كلمه اخيره لمتتبعي مشاهد تي في على قناة اليوتيوب. نعم، أولا نوجه كلمة للمرأة المغربية. نعم. بهذه المناسبة هذه كنتمنى لها الصحة والعافية، وكنتمنى لها المزيد من المكتسبات، وكنتمنى أن المرأة يعني ما يأسوش، المرأة ما تيأسوا أنها تستمر، وأنها تستمر بأنها تلقى ذاتها وسط المجتمع ديالها، وتكون مثال يحتذى به لجميع النساء العربية. المرأة المغربية كفأة، المرأة المغربية أثبتت جدارتها عبر التاريخ، وستجدون هذا في كتابي. أتمنى يعني كما قلت الصحة والعافية والمزيد من العطاء لهذا الوطن، فالوطن يستحق منا أن نعطيه بدون كلل ولا ملل. بالنسبة للمشاهد قناة المشاهد تي في، نقول لهم بأن شكرا، كنتمنى أن يكون ضيفة خفيفة. بطبيعة الحال دائما بالعفوية ديالتك والتلقائية. شكرا بكل عفوية، بدون قلم ولا ورقة أتحدث بتلقائية، وكنشد على يديهم وكنطلب منهم المزيد من يعني مشاهدة القناة وتشجيع هذه القناة. لماذا؟ وأنا قلتها لأخ عبد الله عبر المكالمة الهاتفية اللي كانت قبل من البرنامج،
قضايا الوطن بكل حيادية وبكل حب وبكل وطنية، وحتى يعني نكون نعطيو واحد المثل بأننا نحن شعبنا راقي. احنا ماشي شعب ديال الروتين اليومي، احنا ماشي شعب ديال يعني الله يهدي بعض الإعلام، بعض مناظر الإعلام يلا يهديها التي ميعت صورة المرأة وميعت صورة المجتمع المغربي من أجل فقط الجيمات وعدد المشاهدات. يجب أن نشجع قنوات جادة وقنوات راقية وقنوات لأصحابها المثقفين الذين يريدون الخير لهذا البلد، ومنهم قناة المشاهد ديالي. نشكرك الأستاذة ماريا الشرقاوي، ونتمنى يعني من المواطنين المغاربة والمغربيات أن يقتنوا النسخة الثالثة من كتابك المرأة المغربية مكتسبات وانتكاسات، وكذلك مشروع كتابك القادم. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة. كانت معنا ماريا الشرقاوي الباحثة المغربية في قضايا المرأة، بكل حب وبتلقائية كبيرة كما عودتنا نشكرها، وإلى لقاء آخر. لكم موعد مع المشاهد تي في ومع صوت المواطن. كل الأمان وكل التقدير والمحبة، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.